السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، الآباء والأمهات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. رجعت لكم من جديد، وكما كنت وعدتكم في الفيديو السابق بأنه إلى خرج البلاغ الوطني ديال التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، غادي ندير لكم فيديو باش تشوفوا معايا الخبر اللي كنت قلت لكم ديال تمديد الإضراب الوطني. وهذا الشيء اللي وقع بطبيعة الحال باش تعرفوا بأن بروف عبدو دائما كيجيب أخبار اللي هي موثوقة وصادقة 100%. كما كتشوفوا معايا هذا البلاغ ديال التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اللي خرج تقريبا هذه 3 ديال السوايع ولا ساعتين باش خرج هذا البلاغ. هذا تيقول بأنه تعلن التنسيقية لجميع الجماهير الأستاذية وعموم الرأي العام الوطني والدولي ما يلي: أنه تقرر تمديد الإضراب الوطني لأيام 16 17 و 18 فبراير، يعني تقرر تمديد الإضراب لثلاثة أيام، وكذلك الاستمرار في مقاطعة مسك النقاط وتسليم أوراق الفروض للإدارة. يعني التنسيقية مازال مستمرة في الإضراب الوطني ديالها حتى يتم تحقيق المطالب، وكذلك إرجاع الأساتذة اللي تم التوقيف ديالهم مؤقتا على العمل. يعني إلا ما تراجعتش الوزارة على هذه التوقيفات المؤقتة وما تمش يعني الاستجابة للمطالب ديال الأساتذة، فراه الإضراب غيبقى ممدد لا يعني لا أجل غير مسمى، ما عرفتش بالضبط إمتى غادي يوقف هاد الإضرابات هادو، ولكن الإضرابات باقية مستمرة حتى تقوم الوزارة بشي حل يرضي الأساتذة جميعا. عاد ديك الساعات تقدر أنه يتم الرجوع إلى الدراسة. وكذلك بالنسبة للقضية ديال مسك النقاط، فراه مازالت المقاطعة ديالها مستمرة، في حين أن مجموعة من المديرين والمدارس كيديروا اجتهادات، كان اللي حط يعني للتلاميذ نتائج بلا معدل ديال مثلا الإعلاميات ولا مثلا بلا ديال التربية البدنية، كان اللي عطى الأوراق ديال التنقيط للتلاميذ كيكتبوا النقاط اللي عطاهم الأساتذة ديالهم. مجموعة من الاجتهادات ضدا في هذه الخطوة ديال الأساتذة ديال مقاطعة مسك النقاط في مسار الإخوان. هادشي كيف هاد الفيديو. هذا البلاغ الرسمي والوطني ديال التنسيقية، هو دائما كنحطوا اخبار صادقة في القناة ديالنا وكذلك في الصفحة ديالنا على الفيسبوك ولا الانستغرام ديال بروف عبدو. في اي موقع تواصل اجتماعي غادي يخرج لك يعني البروفايل ديالنا او الحساب الشخصي ديالنا. هادشي اللي كاين، خلي معكم لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم اي جديد. تبارك الله عليكم، حتى الفيديو جديد، تشاو.